يوفنتوس في ورطة، أزمة جديدة تضرب السيدة العجوز. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من ملاعب وأهداف، مني أنا سمير كنعان. تفاجأ العالم بصدمة جديدة من محكمة فيدرالية في إيطاليا بقرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس وإيقاف ضرب الإداريين، رئيس النادي السابق والنائب والمدير الإداري وحتى المدير الثاني. كل هذه القرارات تعصف وتبعثر أوراق البيت الأبيض والأسود في إيطاليا. السيدة العجوز تواجه أزمة جديدة، هذه الأزمة متمثلة بالفساد المالي الذي ظهر بعد أن قدم أنيلي استقالته. عائلة أنيلي طبعا حكمت وامتلكت يوفنتوس على مدار أكثر من 3/4 عقد من الزمان، وبعد أن قدم استقالته أندريا أنيلي بدأ من ينبش أوراقه خلف هذا الرجل وظهرت الفضائح، تلاعب إداري، تلاعب مالي، أرباح غير مشروعة، رشاوي، مشاكل مالية. يا خرج شنو هذا؟ ملهاش آخر. ومن هنا جاء قرار المحكمة الفيدرالية بخصم 15 نقطة من النادي، وللحد الآن أنا مصدوم مش مستوعب. أنت كيف تعاقب المجني عليه؟ يعني النادي، أنت أنا بعرف إنه لما يكون في اختلاس بنحاكم المختلس مش المختلس منه، يعني نادي يوفنتوس المفروض هو المظلوم في النقطة، أنت كيف تعاقبه؟ عاقب الناس اللي أفسدت في النادي والناس اللي سرقت والناس اللي تلاعبت واللي مشت أمورها ماليا وسحبت حالها وطلعت قدمت استقالة وهربت، ولكن بكل أسف قرار محكمة ما زال القرار قيد الطعن. بالمناسبة يوفنتوس قدم الطعن بشكل رسمي على هذا القرار اللي ممكن أنه ما يكونش فيه خصم 15 نقطة ويستمر يوفنتوس في طريقه، مع طبعا قرارات أنه تمشي قرارات الإيقاف، إيقاف رئيس النادي لمدة سنتين، إيقاف المدير الرياضي السابق اللي هو أساسا المصيبة بارتيتسي اللي المفروض يعني يتم إيقافه طول العمر، يعني إيقافه لمدة سنتين ونص، حتى بافل نيدفيد اللي هو اساسا يعني احد اروع الناس اللي مروا في تاريخ يوفنتوس، احد اهم الاساطير في تاريخ هذا النادي، تم ايقافه لمده 8 شهور من اي نشاط رياضي طبعا. وبالتالي هذا الايقاف اوكي احنا ممكن نستوعب ايقاف الناس اللي تسببت في المشاكل، لكن انه انت تعاقب النادي نفسه والفريق اللي بيلعب وبيتعب في ارض الملعب، صراحه انا شايف انه هذا ظلم. وعلى هذا الاساس الاداره الجديده في يوفنتوس قدمت الطعن لمجلس الضمان الرياضي. طب ايش مشكله، يعني ايش المساوئ من هذا الموضوع؟ والله المساوئ كثيره والمخاسر كل لها مخاسر أساس الموضوع أكيد ما فيهوش سلبيات. أول حاجة الفضيحة والسمعة والمشاكل التي تلاحق يوفنتوس من سنوات طويلة، الكل في إيطاليا أصبح لا يريد يوفنتوس، السطوة اللي عملها اليوفي على مدار 9 سنوات ما عجبتهم. ليش؟ لأنه هذا واقع طبيعي موجود في كل العالم، مستحيل ما بقتنعش إنه يكون في أي كيان أو مؤسسة ما يكونش فيها تلاعب أو إشي مالي، اختلاس من هان شوية من هان، مهما كان صعب جدا أي مؤسسة وكيان بهذا الحجم إنه ما يكونش فيه حد. يعني شوف برشلونة، شوف السيتي، شوف باريس، فساد مالي كبير لا يمكن إنك انت تحصي، ولكن لا احد يتابع. في ايطاليا تبدا المقصله بالضرب على رقبه يوفنتوس. اول حاجه مخاوف من استبعاد النادي 3 سنوات متتاليه من البطولات الاوروبيه، هذه حتكون ضربه قاسمه لظهر يوفنتوس. 2، اصلا اليوفي بعد الخصم هذا حيطير للمركز العاشر، وبالتالي مش حيلحق يلعب اصلا، مش حيجيب مركز مؤهل للمقاعد الاوروبيه الموسم المقبل، يعني وحتى لو ما تمش القرار تبع ايقاف 3 سنوات اساسا مش حيكون في اوروبا الموسم المقبل. هذه النقطه تحديدا بتخلي في عندك خطرين، الخطر الاول هو انه مش حيكون في ميركاتو، مين في العالم حيروح يلعب في يوفنتوس وهو عارف انه في مشاكل وعارف انه يوفنتوس مش حيلعب في اوروبا. نقطه 2 واللي هي اخطر اصلا، نجومك الحاليين مين حيضل عندك؟ كله حيسيبك ويفلسح. ليش؟ لانه والله انا بدي العب في اوروبا، انا بدي اعمل سي في لي كلاعب، انا بدي اكون نجم اول في منتخب بلدي، وبالتالي لازم العب اساسي في نادي كبير. فاعتقد النجوم الكبرى حاليا في يوفنتوس دي ماريا، كييزا، فلوفيتش، بوجبا، اعتقد كل هذه الاسماء حتى لوكاتيلي كلها ممكن ترحل، لانه بالتاكيد مش حيقبل انه يلعب مع نادي ما بيلعبش في اوروبا. طيب بالنسبه للناس اللي مش فاهمه، الناس اللي بتفتي بس في ايطاليا وهي ما بتعرفش حاجه عن ايطاليا، بتسمع سمع او بتتابع ملخصات وبتتابع شويه اهداف، بدي احاول احكي لكم رساله واحده، ما تفتيش في ايطاليا وانت ما بتفهمش. موضوع الكالتشيوبولي اللي صار في 2006 اللي انت بتعرفه واللي انت سمعت عنه عفوا ما بتعرفوش، فانا حابب احكي لك بكل بساطه يا صديقي، هذه الازمه لا تمت بصله لازمه الكالتشيوبولي، هذه كانت ازمه حقيقيه وكانت انه في تسريبات صوتيه، تسجيلات مكالمات بين مرؤوسين في النادي وبين حكام في الدوري الايطالي بهدف التلاعب في النتائج لمصلحه الفريق الايطالي، وبالتالي هذه كانت فعلا عقوبه يستحق عليها اي فريق انه يهبط. لو كانت التهمه صحيحه في ذاك الوقت في 2006 فانا مع انه يكون في عقوبه الهبوط، وصراحه ايطاليا ما شافتش الخير من 2006، يعني استثناء وحيد 2010 الانتر في دوري الابطال، ونوعا ما اليوفي لما حاول وصل لاثنين نهائي وخسر من ريال وبرشلونه طبعا 2015
2015 برشلونة 2017 ريال مدريد، واليورو الأخير اللي أجا ما بتعرفش كيف أجا، يعني مانشيني يعطيه كل العافية على هذا اليورو اللي جابه. ولكن يكفي صدمتين إنه ما فيش كاسين عالم ورا بعض، يعني أنت غبت عن 2018 2022 مونديال روسيا ومونديال قطر، هذه لحالها مصيبة، مش إيطاليا اللي تغيب عن كؤوس العالم. نرجع لموضوع الكالتشيوبولي يا جماعة، إنه كان في كمان من المرؤوسين كان يختاروا بعض الحكام المناصرين لنادي يوفنتوس، وبرضه كانوا يحاولوا يتلاعبوا بنتائج الفرق الأخرى تكون لمصلحتهم، يعني هذه عقوبة أوكي فاهمين. تم خصم 30 نقطة بالمناسبة في ذاك الموسم من يوفنتوس، وتم قرار بهبوطه إلى الدرجة الأدنى، وبالتالي عانى يوفنتوس على مدار سنتين، حتى كمان تم سحب اللقب اللي حققه يوفنتوس، لقب حققه بعرق الرجال في أرض الملعب، تم سحبه وناله طبعا الإنتر صاحب المركز الثاني، والإنتر بعدها كمان كان اليوفي هابط جاب كمان لقب، يعني لقبين متتاليين. النقطة الأهم إنه في تلك الأزمة في الكالتشيوبولي في 2006 في 4 لاعبين فقط رفضوا يتخلوا عن يوفنتوس، الكل خرج، إبرا خرج، أندريا موتو خرج، تورام خرج، تورام راح لبرشلونة، كانافارو راح للريال، وإبرا طلع وراح للإنتر العدو، إبرا اللي إحنا فعلا بنحقد عليه لأنه راح على الإنتر على عدونا اللدود الأول، وقال إنه مش زلاتان اللي يلعب في درجة تانية حتى لو كان يوفنتوس، وأندريا موتو طلع راح فيورنتينا، كامورونيزي قال أنا بديش ألعب، قال أنا كفرت بكرة القدم ولن ألعب بعد اليوم، ناس اعتزلت، ناس طلعت، الكل تخلى عن اليوفي، اليوفي الذي يصارع في الدرجة الثانية بعد تلك الأزمة، 4 فقط كانوا هم بوفون، ديلبيرو، ندفيد، وتريزيجيه. تريزيجيه اللي كانت صراحة صدمة للعشاق، انه يعني انت لاعب محترف، انت لاعب فرنسي مش ايطالي اصلا، مش ابن النادي، انت جاي محترف يعني جاي بفلوس براتب. فتريزيجيه كان تصريحه قال نحن السبب في هبوط اليوفي ونحن من سيعيده الى مكانه الطبيعي. يا اخي انت مش سبب، انت الهبوط صار بقرار المحكمة، ولكن هذه نقطة تحسب الى اليوم. تريزيجيه محبوب في يوفنتوس بسبب هذه المواقف. ايضا ندفيد، شوف ندفيد وصل انه يكون نائب رئيس النادي، طبعا هو رحل حاليا، ولكن نائب رئيس النادي في الحقبة التي تسببت في الأزمة الحالية صراحة. وديلبيرو وتصريحه الشهير بعد أن حمل كأس العالم في إيطاليا يقول لن يتخلى رجل عن محبوبته، وتصريحه الشهير الذي قال فيه الرجل الحقيقي لا يتخلى عن محبوبته، وبالتالي ديلبيرو لم يخرج. بالمناسبة يعني عشان الناس، في 2006 كان ديلبيرو وندفيد وبتريزيجيه كانوا بالنجوم العالم وكانوا أبطال دوري، وكانت تنهال عليهم العروض، واللي أكثر منهم هو بوفون عن كبوت الشباك، اللي عروض من كل الأرض تقريبا، وكأنه رفض وقال هبطنا مع يوفنتوس وسنصعد مع يوفنتوس وهذا هو بيتنا. يا ترى مين في هذه الأزمة حيظل يتمسك باليوفي ويقول هذا هو بيتنا؟ خلينا نشوف رأيكم في الموضوع. سلام.